انت ساقطه. لا عشان راتب، هو اخذ راتب، لا الراتب زايد، معطيه ايش هذا زايده؟ معطيه 200 زايده 200 على الراتب. حق انك بغيت تقول بيت ذا. وين يقولون؟ طيب طبعا هذا رفيق ابو سلطان، هذا ويا ابو سلطان رحت رحت. هذا كان انت تدرس مع ابو سلطان صح؟ هنا ندرس كان يدرس ويا ابو برا سلطان. برا، لا تعلم بالتركيب، ما هو اللي يدرس في البر، علم قلت الله قاعد يدرس برا وكذا، هذا ترى درس، لا تخرب كيان اسمع هذا ترى توفيق، اسمع، لا هذا تخرب درس كيان خارج توفيق. المملكه كم؟ 6 شهور. درس خارج المملكه 6 شهور في بريطانيا، ولد عمنا جاي من الديره. نعم هذا هو يعني اي كلام اجلس واحد فيكم يجي، نعم، اي اتكلم انا وياه باللغه الانجليزيه. اجلس واحد يجي. نعم، اعطونا كلمه انجليزيه يعني الحين، انجليزي هنا ترجم لك. اعطونا كلمه انجليزيه الحين، ما شاء الله تبارك الله. هذا عربي. ها يلا اجلس واحد يجي، يلا بسرعه بسرعه. انجلز. دقيقه خليهم يعطونا الحين كلمه، اعطونا كلمه بالسريع، كلمه اعطونا كلمه بالسريع. ها وين ما وي اعرف وش هاي بالعربي هذا، حتى انا عرفته. شوف يلا اقرا. يو وش يو؟ يعني تعال نو يلا يعني لا اقرا اقرا دي، لا اقرا اقرا نو كلماتي. يعني هذا هذا وش يقول؟ هاو ار يو يعني يعني وش؟ يعني سلام عليكم. هاو صحيح؟ ايوه سلام عليكم. شفت تكتب باللغه الانجليزيه ترى مو بيعرفوها، خلينا طيب هذه نقول هذه هذا هذا طول هذا طول هذا هذا اقرا 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 شو يقول ده؟ ايه يا ولد هذا اقرا شو يقول؟ هذا مثل امي مو سعودي يا ولد، هذا بس الكلمه ولا رابط؟ مثل امي انت ترسلون كلام ولا روابط؟ وش الكلام ده؟ انا نبي كلمه كلمتين. ايش يقول؟ وين نجير؟ يا ولد اللي تابعينك ترى هم كلهم. اقرا اقرا عن عن اقرا اي كان اصبر اصبر خلينا ما نبعرف الا ذي. وش انا اقرا عن عن ذا؟ جود 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 مورنينج. انا قراتها جود مورنينج. طيب هذا هايس وش راحت؟ اصبر اطلب النجر كافي. ايش يقول؟ اطلب كافي النجر. اطلب النجر كافي. اي نعم سبينش، واحد سبينش وحلا كافي. اطلب له واحد سبينش وحلا. اصبر خليني اشوف شكله. وجع دق نحر العدو. انا بعد ارحب يا عيل. وجع دق نحر العدو. انا بعيد، انا بعد بقرا. وجع دق نحر العدو. والله ما والله ما يهبس في دم. والله 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 انك ما ذوق. ارحب يا المري ارحب. والله ما ذوقه الا ما قلت. شوف شوف شو قال، يقول نجي اسمه كذا. والله داي والله مالك ملامه تقول نجي اسمه كذا. دقيقة هذا صوت ضيع. أنت تبي كافي؟ إي يا رجل. وش تبي كافي؟ سبانيش. سبانيش إيش؟ سبانيش لاتيه. بارد ولا حار؟ بارد. أوكي أعطني لا مرقة. إيش بعد تبي؟ أقولها لك باللغة الإنجليزية عشان تدري. يلا اسمع اسمع بالله لا. إذا قال لي اسمع، إذا قال لي كلمة. في أحد يعرف اللغة الإنجليزية عشان عادي؟ كلهم أجلس واحد، كلهم دحين بكتبهم هو أريو كذا. ترى شفت أكون معصري، ترى أنا بنسولف بيننا بين. اسمع. ان نسولف بيننا بين، ما ترى ما نسولف بالعربي، ترى نسولف بالعربي عشانك ترى. يلا انا بجيب الساعه. ترى نسولف اسمع، ترى نسولف بالعربي دحين. لا تدري ليش؟ عشان كانت ولا ترى بيننا بين ان هي الاساطير. هاو ار يو؟ هاي ثانك يو. كيف حالكم؟ ان شاء الله كويسين. ما شاء الله ايه. كلكم كذا؟ ايه ان شاء الله كويسين. عارف ابو ترى هي بالمطر كذا. ما شاء الله. ما في الا قوه انجليزي. كلكم انجليزيين يا ولد. ايه لا فا عليك. شوف والله بالانجليزي بعد. انا يلا يلا انا اعرف. ماي دقيقه دقيقه. ماي مناهي. ماي جو وكيل عطنا ما. لا لا اسمع. ماي مناهي جو سبينش. ماي مش ذا يعني روح. جو اذهب. طيب عطنا واحد سبينش و خلاص. شوف عطنا واحد سبينش عطنا بالانجليزي. سبينش بس طيب وش عطنا ذي؟ سبينش اسمه بالانجليزي والعربي. طيب خلاص عطنا وش دقيقة. ايس. ايه ايس يعني ثلج. يعني ايس ترى موجود معنا على فكرة. اسمها ايس. اي هذا ثلج انت. والله اسمها ايس. ايوه ايس بس. لا ما تقول بس. ستوب ستوب ستوب. اوه برد عليه. سيستر نيجر نو ايش اسمه سبانيش. هذا غلط. انت كلام سيستر غلط. ليه سيستر مو باخوي؟ سيستر اخو. أي. سيستر اخو فرنسي. سيستر اخت جريدي افكار على السلطه. اصبر اصبر نو
نو ايس نو فريندس نو فريندس نجر نو فريندس وش فريندس بناحي طس يعني هذه بل... عطنا اسمع نو سيستر نيجر طس ما فيها ايس ولا فيها لا نو ايس نو علموني نو 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 ايس ولا فيه شيء ولي ما فيه شيء ما فيه ولي في غرجة سنتيدا ولا فيه وش والله ما فيه وش اللي جاء ودنا والله بالطيب بس صراحة وجاب نظاراته وطلعت وش رايكم فيني ايش رايكم فيني صراحه ما تحديته في البلينز واحد يقول ينكت الحين ينكت يقول نيجر باقي شوي ويقلب عزبه اي نعم صوت نيجر ما يجي الا في العزبه ويجي في يعني قررت اني اغير اضحك والله وجهك ايش تبي والله خلص جاب الايس وجاب لا 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 هذا اسبانيش لكي نبي والله وجه اللي جاب الشاي فتحه اخو شاي امسك ليش انت يعطي هذا قبل انا ليش يعطي هذا قبل لا انا شيء كنت لا لا نبي لغه غير اللي قلته بشتو بشتو حكت باكستاني خلكم على العربي ما في شيء ما في شيء خله يا ما في شيء هذا يبغى العزي تبي جوله يا تبي جوله اسباني الشركة انا حكينا وياك اسباني هذا ترى ناصر البريك ذا هذا ترى دارس برا ارحب يا ناصر ارحب يا مناحي جابك الله تكفى يا ناصر هذا دارس برا ويتحداني في الانجليز وانت ادلز منه وش منه وعلومه كلها طيبه الله يشيرني هاي هاي برو هاي وش ذا انت بيني حتي بقول هاي هاي وش ذي لا عشان اعلمه اني فنان لا احس بدعار ذي انت ذيخ مسيك بالخير مسيك بالنور مرحبا ومسهلا وش حالك عساك طيب وينك داسمي وش وقوعك في يو كي ها يو كي يو كي ايه تخصف على انا ما في شيء لا لا دارس والله يلا حاكة 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 يلا تكفى يا اسود فز عليه يلا واتش ادوينج هير يلا What are you doing here? Here. Doing here. Eh. I here and the. وش؟ شاهي. كهوة شاهي. جال في العافية. جالك تجذبها. صاد قول ليتك. هلا. لا صاد. ناس ناس لغة إنجليزية يا أخي. Okay okay. How can you see the مناحي؟ فريندس. وش فريندس؟ صديق. صديق. رندس لا وشو؟ يقول إن مناحي رخمة. لا 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 هو اللي يتبع عليك ولو دغرنيك الرجع رندس وشو يا ناصر ثم يا ناصر وش رندس يعني خلص ترى في ذمتك يا ناصر يا ولد ايه لا ايه وش هذا من فجر حقنا مناحي شفت الرجال اللي ايه شفت الرجال شفت الرجال اللي هو رجال ولا هو بتسدى الله يدلني على فعل خير لا لا امسى امسى اشك تصير كذا لا نعمل هلون الرجع اسمع اسمع ناصر بنلعب جوله حكمك نجل يلا يلا ترى انت اللي تحكم تعال كيف حكم ثلاث احكام واذا فزت انا احكم عليك يا نجل تم يلا تم قول انا محتجم بالاساطير محتجم بالله اللي موجودين بيض الله وجيههم بشر والله مسعد ما تبيعني يدك تهن عليك ان شاء الله ها لا تخلي بخاطرك والله تقولها لا تخلي بخاطرك والله لا تخلي بخاطرك طورت رجوة لا تخلي بخاطرك ترى طير حوالة تغني تانك طير على وكرة يا ولد ها تانك صاقر على وكرة يا ولد ما شاء الله الله يطول عمرك وانت سنك ذيب تحت وايد ذيب ايش تحت وايد يعني هو بس بطريقة محترمة ها ذيب تحت وايد يعني بهو تعرف ابو خصافان الناحي قاعد تصفي الناحي ما شاء الله تبارك الله عليك والله انك عرفت تصفي عارف ابو حصاف انا ولا ما تعرفه اي يسلم عليك ناصر ترى عندها احكام وكيل عطني رجع شاي والله اني اطبق ما عندنا عندك شاي والله اني اطبق الاحكام والله اي والله ما اطبق انا تسامحني يزعلون عليك
اي اي لا تسامح لا تسامح لا تسامح يدعون عليه هو يقول لا تسامح ممكن يدعون عليك اسمع ممكن يدعون عليك ممكن والله يا جلال هذا اللي صار تسمع دعاوي اول مره تسمعها في حياتك عادي يعني اعوذ بالله بعد تسامح ولا خلاص مثل امي ما سامح والله ما سامحك الله لا يسامحه كش على وجهه اللي سامحه كش على وجهه قفل الدبيت بعد الخير اسمع نجي نجي هلا لازم احكام قويه نعم اوه عندي 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 انا بس خلنا نفوز عليك وابشر بالاحكام الاحكام القويه انك انكهو الاساطير قول ازهم الاساطير ترى هم اللي على طول بيضرب في الاساطير يا عيال ابو انت بالبدايه انت بالبدايه الاساطير تكفون يا اخي اللي يطلع قال يا ملحود اللي يجينا ميم ارحب يا ميم ودلال بيض الله وجهكم نجي رانت وش انت رجباني لا لا هوش انت معك من وش عليك خلني وش عليك بن احبك السؤال احبك يحبك الحكي يحبك يحبك للنشدة جي انت هنا وانت سلامك واجد وتحب وانا نجي ظني انك انت يفي انت يفي ايه ها ما يا ولد اللي شوف جيتني وين جيتك جيتك انا اخر يوم يا ولد يا جماعة الخير ترى ترى نج ترى ولا بيشوف ولا نجر ترى نجر شاعر اسلم يا نجر شو يقول طلع السبعة ها شفت هذا يقول في شاعر عبد السبعة الله يعطيك عافية ها اسلم والله يا ولد لي قصايد زينت عندي بس يا ولد قل 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 هنبيها هنبيها اليوم ما في فاصل اسمع اليوم ما في فاصل روح قل خنيتك او الشاهي خلص الشاهي لا مو شيء بغني ولا امي مو اغناء ولا قصيد قصيد اغناء اللي تبي وش اسمك عشان اشد فيك مرزي لا لا تشد فينا عطنا القصيد اللي يطلع فاصل اللي ما يطلع فاصل لا لا بنشد فيك شو اسمك هذا عرفت انت اسمي ذا الحين نيتشر نيتشر علمني وش اسمك هاي تبي نيتشر ها وش اسمي نيتشر اسمك خنوف مناحي مناحي تخرع ايه نجر نجر تراني 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 انسان مهم خل احط لك قصيده خروع يلي ايوه خروع يلي جاسم تنك شاهان انت شاهان يا ضدت على اسمك ويش هو يا ضدت على وجه يا ضدت على الوجه اما فزت انت ولا فزنا عليك ايه قال عايزك عشان انك شاعر الله والله بارك الله يا ابن عدم كانت شو ابدع لي ادع على ايش تخش نوش شلون ما قصيده ارحاب يا عين اسمع ها اخلع مناحي اخلع به خذ راحتك ارحب علي الطلاق ما تفوز كفو يقول له علي الطلاق ما تفوز انا شفت شو رجال اندخل وعلي الطلاق ما تفوز قول انه عند اري يجي وانت فايز انت بعد ارخ ارخ لا تقحفل شوف ترى تقحفل جوله ثانيه عني علمك اسمع ارخ ما حد بيسمع الجوله الثانيه يعني ما عاد زي يمدي هون اشحن اسمع فاز علانا احكمنا فزت علانا احكمنا الحكم الاول يا نجر خلاص عن 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 فرق قلنا الخضر لا يا رجال انا اللي امي الخضر شوف وش عنده هو وش عنده انا ذا عنده ما عنده عنده لصيف لا 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 انا ذا اللي عنده وجه يضحك شوف عنه يضحك فوقه وكش على وجهه انا يضحك فوقه شوف يلا وش الحكم يلا الحكم الاول يا نجر قم سو ضرب قم سو ضرب والله مية ما اسمع كلمه نجر من لسانك اللي داري ها وش وش عشانك شوف لا 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 كذاب 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 انت اللي فايز احكم صراحه انقهرت من الدعم يروح اسمع يا طرف ليفل اسمع اسمع الحكم الاول نجر نجر تراك نجر نجر اصبر 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 الحكم الاول الله يمنع منك نجر نجر خل نجري حتى يا ولد ولد والله يا نجر والله لو ان ايه ما تسامحني لا اطلع رقمك ابرك الساعه ايش تبغى ابرك الساعه بس اسمع اخلي اللي ما يزعجون اسمع انا بطلع لك اللي بطلع لك انت ما طلع رقم دوش اسمع قاعد لك ساعه تتعلم مين هيك ليش انا بعطيك 100 ها رقم بسرعه ايه مناح مناح
الرجال الرجال زبون عندنا. احكم احكم يا رجال، خل مني زبون احكم. وين زبون؟ انت لك لك يا ابن الحلال احكم احكم. وش يصور؟ يصور انت عاد على اساس من شو يصورون الشاشه اصلا؟ انت الحين يشوفك 1700 يعني وقفت عليه فوق. اسمع انا بنحاكمك احكم احكم. قول لا اله الا الله. ان شاء الله ارجع وراك شوي الحين. انت الحين بعدين بتطلع علينا مع الكاميرا. ارجع وراك شوي ارجع. ايوه يلا احكم. عندك ماء؟ اي عنده. عندك كاس ماء؟ اي صب على راسك. اسلم. هذا واحد. اثنين. شكلك تلعب جاكم من اول. ايوه اثنين. ما شفت الدبل الدبل الربع. ايوه اثنين. الثاني اسلم. السواعة اللي عندك دي ترسلها لي. يلا لا هي يلا اسمع الساعة دي ترسلها لي. اجيبها اجيبها. خلني اعرف الساعة دي ترسلها لي وانا بكهم. ايوه يدك تنها لوح ولا هو بزيف له ساعة ولا شيء. اعطني اعطني. ولا وجهك ولا وجهك. ها الحكم الثالث. اسمع الثاني الثالث. انت بالي الربع. كفو من ذا جيش العاطين بيض له وجهك. يعني هلالي شوف. ايوه ثلاثة صح؟ اي الثالث. ارحب 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 ارحب. ابقى بترحب يا نا الرجال 16000 والله. الثاني عجل خفف احكامك تدري عاد. اسمع اقهره بالحصانه لعل الطاق ما اخذ. لا لا اسمع اسمع باقي الحكم. اصبر ازين لك الثاني ازين لك الثاني حق الساحه. اصبر اصبر لا لا دقيقه 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 بنغير احكامنا بنغير احكامنا. على الطاق انك على الصده. اصبر بنغير احكامنا. اصبر بنغير احكامنا بنغير احكامنا. لا 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 تصبه ترى من علمك. لا تصبه في العلم. انا في المدك اصلا بنغير احكامنا. اصبر الحكم الاول عشان اخذ حصانه. الحكم الاول تحلق شعرك موس. لا بحكم احكامي عشان بتحكم عقبي عشان يلا اسرع اسرع انا اوريك. الحكم تدري اسمع لا لنا ولا لك وندخل جوله ثالثه. الفايز فيها حكم. يلا تم تم. اخذ الميوت اخذ الميوت. وش العب؟ ارحب يا هادي الله يعزك على الطلاق. ها دقيقه شوف حتى عندي صوتيه. اول صوتيات يكون لكم مقحره. دقيقه اصبر 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 هي خربت بس اصبر يلا. دقيقه خلنا شغل 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 يحب الهاجري. لا لا مو برد دي الحناجة دي دي الهاجر يا ولد ابوي. ما احتزمت ام حزمن هينا وبايد احتزم بلي يرد القوم جده. ترى الرجال رايح يشير. ارحب يا ابو ملاحة يا ارحب ارحب ترى يحب المطر. يا ولد يا هنا ناصر امنعنا من الشلات. ناصر امنعنا من الشلات امنعنا من الشلات. ها اي امنعنا من الشلات يا اخو. انا قاعد اكلم الهاجري. كلم اللي انت بيه بس امنعنا من الشلات. فعل الطلاق انك على صدام. انت ابو فهد. ابو فهد لا يا اللي تعرف بس راح يود عرفني يا ولد. ابو فهد وقصدك فهد ابو طالب على العيد من ناحي بن فهد الدوسري. اخر اذا انا اوريكم فيه اخر ويش اخر رقمه. هو رقمك مبين اخر رقمه 3-3-1. شو الله عليك يا ولد انت والعرض دي منها ورك في ضياعك لدى العيد والعرض دي فيه. يا ولد يا ولد يقول يا ولد يقول اني ضايع. يا ولد ايش كيف عرفت دي ورك في ضياعك لدى الحين يا رجال. كيف عرفت يا ولد؟ ايه بغيت اقول له رقمك كازم. اساله 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 على الطلاق انك على صدام ورك في ضياعك لدى العيد. تعال انا اوريك انا والله لو اوريك احكام ها اني بخليك. يلا تم تم اساله اساله ما يدري اساله ما يدري اساله خلوه لا من تحمس علمناه. ها ها اشوف غير عيالك تراوغ. خلوه هو الحين مبسوط. اي اي انا عارف يا ايس عارف عارف. خلوه مبسوط بعدين انا اصدم عيشته. ايس ايس عندك على الطلاق انك على الصدام انت وياه. كفو 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 ونجر معكم. اشكرك اشكرك. اي اي كفو يا جماعة الخير. قفلوا الدبل بس ها كبسوا شي ربث كلكم شي ربث يلا شي ربث يلا هاي ربث. انا حق اسلفر يقول ايس عشان الدعم.
أهلي وقتك من ناحي. ليه؟ ليه؟ وش هيك؟ كرتناها. تعالي وش قلت الاختيار؟ كنت عمق. كرتناها. وش هي؟ اليوم الفجر. بطبق أحكام معلي منك ولا عندي فيها لحيتك أحكام بطبقها. أي حكم؟ اللي عندك هاته. اللي عندك هاته. هات اللي عندك. الربع عدب اللي قبل. كلكم على الهاجري. كبسوا وشيروا البيت. كلكم على الهاجري. أنا أوريك. ما بعد عرفتنا. أوريك بس. مثل مثلا اللي يقول يد واحدة ما تصفق. إيه؟ لكن اللي الهاجري موجود تصفق. وتصفق بعد. كفو 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 كفو. أبي أشوف الحماس بعد شوي. كفو أشكرك. الدب يا الربع الدب البنتي. أشكرك. إيه. إيه هذا هذا ناصر. إيه. أبي ناصر أبي كلام يحمس يا ناصر. علي طلاقك على صدام. والله إيه؟ اشكرك خليك تتهلبس معي. ايه اشكرك هذا الكلام اللي يبيه منك يا ناصر. انا لك الرجال انا خلني انتك بجوله. اشكرك هذا ناصر اللي انا اعرف. هذا ناصر تسوي يا قوي هليت. والله لا خليك تنسب الشاهي في حضنك ونودي. لا يا ناصر عاد ناصر انا اعطيك ثلاثة احكام تخير فيها. طيب ناصر طيب ممكن اقول سماح ممكن شيء ما تدري. ما بالك سامحني مو بدل الحين سامحني من اول قبل شيء قبل شيء يلا يا بنت يا طحطه والله فتح الله يعزك ويك حط ما في حول ولا قوه الا بالله. عز الله عجل وش احكامك عجل خليني اطبقها عجل وش احكامك. الحكم الاول الشاهي يحط انكب في حضنك. حلو الحكم الثاني سو قبضه مده جوله كامله والله ما يحمل. حلو الحكم الثالث تغرد في تويتر الهاجري وناصر قفلوا ملفي. ايه طيب رح وش بعد تبني حكم عجل. ايه خابر هذه ثلاث وش بعد الحكم الصافي اشغل لك ابي اقوى احكام ولا عندي بلحيتك اقوى احكام جبها. الحكم الرابع سكر لا ابي اقوى تدعمني 500,000 سكور. أبي أقوى بأحكام ولا عندي فيك وأبي أقوى على السكور هذا. إذا ما عطيتني اسمع على السكور هذا إذا ما عطيتني أحكام ما أنت بكفو. عطني أحكام. ما خبرتك تجري يجي من قفا عندك شيء يطلع من بدري. والله ما جحفل بس أنا أقول لك أبي أقوى حكم عندك عطني ولا عندي فيك. في ذمتك ما تقفل لا انت الجوله بالله ما قفل ولا هي والله العظيم ما قفل. تدخل بعد جوله عقبها كيف بتسولف انا وياك ادخل جوله ما ادخل جوله بكيفي بس انا اقول لك الاحكام عطني اياها ولا عندي فيك. تعال عطني احكام وش يعني وش الاحكام اللي عندك ما انت بشيء انت واحكامك هات احكامك ابي احكام قويه اعطيك خلطه في بالي تسويها لو ما عندك تروح تشتري من البقال. تم وش حبة حار وبيض ومعجون طماط وعصير مجوهرات. حلو وخلطها مع بعض وحط مجوهرات عشان العنبة. وحط كمون وش اخلطها وقرطحها كمون ليه غازات ولوش كيفي ما يدخل كيف. طيب حلو هذا لا ابي بعد حكم اقوى هذا مو قوي ابي اقوى. تفك استبنة الموتر تجي تشالها جوله كامله تفكها مو تجيب لي استبنة مين قوية. شعرك ذا اللي غاثني تحلقه صفر احسن. اي صفر موس. حلو يلا شد يا اخي بقى رجح ما نجحفل ارتح والله ما نجحفل ارتح بس يعني موس هذا واحد. حلو انت تجي ولا قم طبق انقل عندي حصانه البارح. انقل عن احكامك عندي حصانه. ايوه العلوم ايوه نسيت الحصانه اللي البارح وأحكامي اللي تعبت عليها. اسلم ايوه احكامي حصانه عندي حصانه
تعال الله جعلكم الصبيان. ما بي ما بي جوله بيسولف انا وياك مرطي منكم بيسولف انا وياك ما بيسولف معك تدخل جوله لا والله انت تدخل جوله والله تدخل جوله والله تدخل جوله نقدر نتزعل تعال ادخل جوله نقدر انه مو بشالك نذر ان تدخل جوله واني لو افوز اني لا احكم عليك حكم اني لا اخليك تتحسب على ذي الحركه تعال 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 ماني بداخل ما بي ما بي جوله في الليل الحين سوالف جوله في الليل لا لا كيف ادخل في الليل لا 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 لا, 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 لا ما بدخل ما ان شاء الله ما طول خشمك ما بدخل طيب تعال ما بدخل أنا نبي نسولف ونضحك ما بدخل نبي نسولف ونضحك بترتب غصب ما أعطيتنا الحساب دقيقة راح يشير آيس قولي أدخل على الصدر يلا ها نبي شو رأيك أدخل جولة لا بكرة ولا في الليل ما أدري عنه وأدري أشوف كاتب الثمن والله صراحة الجولة حلوة ودك ندخل جولة بقى واحدة عن الشكة إيه تكيم يلا إيش اسمها أرسل دعوة يلا ولا تدري خلاص خلا في الليل خلاص برفض في الليل أزين في الليل أنا مبسطون ستانس في الليل تراني جاي رياض اليوم والله اني اجيك الوادي على طول اول مره اي يعني تدخل جوله ولا ما تدخل جوله لا انا كان بمشي للرياض لكن عاد ما انا جيت الرياض نادر ادخل جوله ولا نادر اصفقك الناحي ما بداخل جوله تبي جوله بدون احكام اي يلا ابشر تعال لا باحكامه تبي تشوف الدرب لا ما في في الليل تعال مش غني الساطين ما عندك شيء ما عندي ساطين انا اللي عندي مو بالساطين الساطين عند محمد الوداني انا عندي الاساطير ابناحي متى تمشي الرياضه كيف امشي رياضه وين امشي رياضه زعل لا حول ولا قوه الا بالله ابرك انه زعل ايه بقول بدخل جوله بعدين بعيد اسكت ارحب ناحي يا ناحي ادخل جوله لا واللي عندك هتا اللي عندك هتا بس في الليل في الليل اللي عندك هتا والله انت تدخل الحين جوله انا تسوي بشكل عناتي ممكن تفوز انت علي بس ولو تفوز علي بعطيك حصان انا عندي حصان ارحب فهد انا عندي حصانتين الحين لا انا اذا ما عندك حصانتين عندك حصانه واحده انا دائما افيد لك ما خليك تاخذ حصانه اقول لك حاجه جوله هو اللي عندك هذا وش جوله هو اللي عندك هذا يلا مو بالحين خلينا نكمل انا ما بتكلم كملت انا توني اصبر مو بالحين خليني اكمل كلامي بعدين ارسل طيب اسكت لين اخلص اقوى داعم عندك جبه الحين جبه اقوى داعم عندك جبه يسمعني بسمع موجود اي جوله هو اللي عندكم هاتوه هاي يلا تعال ادخل بقول ارسل دعوه مو بالحين اصبر ارسل دعوه مو بالحين في الليل احضروا داعميني ايس موجود وش انا بقول داعميني ايس اللي مو على بنك ايس ابتقبل انت تقبل انت تقابل ولد بتقبل انت تقابل والله العظيم لا اقبل وابشر بسعدك يلا انا اسف عقب العشاء يلا يلا عقب العشاء نكون في الطياره كم الساعه الحين الساعه 12 وكم باقي من دقيقه 39 ودي التب باقي من احد يروح خليني اعلمك كم باقي من دقيقه 39 الساعه 12:43 ارسل خلني اسولف انا وياك الحين والساعه 12:43 هسه ما في تدخل الحين ولا تدخل خلني اعلمك اصبر اكتب بروحي يا ولد باقي 3 دقائق قبل الحلال اصبر 12:43 كان الحين 12:39 صح ولا لا؟ خلني اخذ علومك انت في الرياض بسولف انا وياك
ارحب الشيخ يا ولد. ما منك في الرياض؟ انا باقي ما بعد مشيت. انا متى تمشي؟ تمشي ذا الليل. ها؟ تمشي ذا الليل. ومتى وين تمشي ذا؟ الرياض. رايح قريب يعني. اي بروح الرياض. حلو مرحبا بك. وانا بعد بمشي اليوم للرياض عشان اتقابل وياك. ترى ماشي علشانك. الله لا يحييك. ولا هم مرحبا ولا مساء. بعد جد رحل. ليش؟ لقيت لقيت الحكم زين. تعال تعال تعال. اصبر اصبر باقي باقي. انا اقول لك 12:43. اصبر. اصبر. اعترف اعترف نكلم احد. اي نكلم. نعم صحيح. 12:43 ذا الحين بعد 3 دقائق. الساعة كم الحين؟ الساعة 12:40. خلاص لا اكثر حقك. اسكت. تشغلني هو والله اني لا احكم عليك. ها عاد انا نذر اني ايه نذر اني اتمناك من طبق من ذهب بيجيبها ربي. اشهد اشهد اني بضحك بضحك. ليه بضحك؟ وانا اطبق الحكم اضحك. من احكامك اطبق الحكم واضحك. تضحك ليه؟ ارحب يا دخلك. ارحب من؟ باقي دقيقتين. باقي دقيقتين. باقي دقيقتين. ماشي ماشي راحت 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 راحت. باقي دقيقتين. ارحب يا الشيخ دعومي. شيخ الداعمين دعومي. ما تقدر تسوي بقوسي حق هذا ناصر يا دعومي. والله انك فلا تقدر. لا انت ولا هو ولا دعومي. اي هاي معتمد لي على صبي من صبي الهواجر. يعني باقي دقيقتين. يا الله يا الله. انتظر على احر من الجمر. انتظر على احر من الجمر. يلا تعال ادخل. عجل 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 عجل. الدعم لا يروح. علمه لا يروح. لا يروح الدعم. علمه. انت قاعد تطقطق صح؟ لا ما يبي طقطق. باقي الحين دقيقه. شوف كم الساعه. كم ساعة؟ الداعمين هو فين؟ نعم بيض الله وجهه فين؟ كفو كفو كفو. إيه طلع والله مدخل جولة. ما أما أنا جاء. هاي يا أنت اسمع يا أمنح ترك طولتها. أبشر جعلني ما بتسي وجهك الزين يا أخي. شف يا ناصر سبحان الله العظيم اللي جمع فيك جمال وشجاعة أجتمعت فيك. سبحان الله العظيم أستحى جمال وشجاعة أجتمعت في شخص. هذه مجتمع فيني بس لا اجتمعت في شخص ترى مصيبة. مجتمع فيك انت. امك قالت لك صح؟ لا والله امي. الله يسعدك ويبعدك. امين والله. تقول يا ولدي الله يسعدك ويبعدك يا رب. الله يسعدك يا امك بس تروح بعيد. انت سعيد بس بعيد. ارحب يا كاسر. الساعة الحين 12:43. يلا تعال. اصبر ما بعد كملت كلامي. ها اصبر. الساعه 12:43 نفس الحزه في الليل. الله يحييك انت دعمك. تعال بس ابي اعلمك عشان تشوف نفس الحزه بس تجي. الله يحييك انت دعمك. انا اوعيك. فهمت؟ الساعه 12:43 الله يحييك وعدنا. الشرح مو عليك. الشرح على اللي جالس معك. انقلع كش عليك. انقلع اشوف واحد ثاني. ناصر ناصر اصبر يا اخي. كنت تبي كنت تبي تبي روح علي وانت السبه. روح اصبر. لا انت تبكر الثامن. لا توك يا رجال. والله ناخذها ان شاء الله. ادخل معك بدون حكم؟ لا بحكم يا ماح. يا اخي احكام بسيطه. والله انا بسيطه ورب الكعبه. علمني احكامك قبل ندخل. يلا والله انا اضحك يعني. لا علمني باحكامك. علمني باحكامك قبل ندخل. الضغط صار حلو. الضغط حلو. يلا الثاني. قبضه وسرطان. وش سرطان ده؟ انت ديك عليك حكمك. السلطعون. وش سرطان؟ السلطعون. ايوه حلو. وتصب الشاهي. تصب الشاهي. هيك بسيط وربك عارف. اصب الشاهي. يلا ثلاث احكام بس. إيه؟ ترى ما تغيرها. ايه والله ما غيرها. ترى انا اكبر ما تغيرها. والله ما اغيرها. خلاص وعدنا في الليل. تعال بما اني احكام. انقلع ويجعلني جلطه اذا دخلت معك مره ثانيه. انقلع.
والله حرام بروح عليه التب، خليني انادي والله لا ادخل الجوله معي. بروح عليه التب. ارحب ارحب يا ولد الدعم طلع ولا يوقف. خلاص والله لا ادخل يلا تم. لا طلع والله ما ندخل معكم موجود. يا ولد ما عندي دعم، ما بيك تاخذ التب عجل بس. والله ما عندي دعم. هو كذا طيب. والله ما عندي دعم ادخل بس. والله ما عندي. قسم بالرب البيت ما عندي. هذا دعم لا صح. احسب ان ذا اللي وراك دعم. ادخل عجل. الرجال ما جاء. ما هل تنتظر من صبح؟ هل انتظر الله يوريك. انا اوريك. يلا. قبلت انا صح؟ مناحي بتقوى وخلني اطلع. صدق. رب البيت اني بيقبل. دقيقة اصبر اخني برسل لك. يا رب يا ناصر لا يفوز يا ربع لا يفوز ما راح راح يا آيس طلع والله راح راح يرد دعم الله لا يوفق آيس آيس خلنا نفوز عليه الله لا يوفق آيس آيس لا تقال هاجري والله لو تدعميني فيديو تسوري جليس ما راح يدير آسف بس إني صاجد أبا تشكري الله يبارك فيكم طول أعماركم وجودكم كل يوم متجدد انت انت تشير لا الله لا يوفقك بتفوز عقب ذا كله بتفوز علي الله يجعل في اشهد انك تظلمني زعله ما يطول لا والرابع شوف ولا يلا انا اطقك على روحك عليه ولا ما يزعل والله انا ما يزعل انا ما يزعل اديني الضحكه وقهرني ما يزعل حتى لو زعل جعله ما يرضى بس هو ما يزعل يا اخي طيب زعلت انا اوكي بتراضيني مناحي لا والله ما يراضيك ما خلاص ازعل لي ادري جعلك ما ترضى ايه مناح جعلك ما ترضى مناح تدري شو اللي اقهر يا اخي اذا زعلت ولا حد درى عنك تدري ليش قد صارت لك وش اي لان مو مهتمين منك يا اخي شوف انت لازم يعني انت اصلا زعلت ولا رضيت ما صوبك احد لان هذا وجهك يا رجل كل تبع طيب ايه نجس انت تشوف لهنا ارحب يا تن كمل الدبل يا الربع كمل الدبل خليني احكم انت صدق جبت رياض اليوم مالك دخل لا والله عاد تتكلم جدي ناصر تقي رياض اليوم مرحبا والله ومسهلا اي والذي نفسي بيده انا مرحبا ومسهلا استحى ارحب يا نصور خلاص لو فزت انا وانا ها أنا لو فزت أنا بحاكم، كنت لو فزت تحاكمني؟ إيه. أرحب. إيه بحاكمك، الدبل يا الربع الدبل. خلنا نهزمه. حتى لو زعلان كش على وجهك، أنا ناصر أنت وأنت زعلان ها على وجهك. وأنت زعلان. وإذا رضيت ها بالثنتين. الله يهديك. عشان أصغر منك من ناحية تقول كذا، الله يسعدك. عساش برحمك الحين يا رجال كل تبن صح يا ولد عشان حكمه يا ولد الله لا يوفقك والله ما تحاكمني نذر انك ولا تحاكمني ولا تاخذ عصاني والله والله لابوز ناخذ حصانك ماني بحاكم والله ما تاخذ حصانه والله ناخذ حصانه والله ناخذ حصان ايس اي ادري خلاص خلنا نتمنقل شوي ايس هاي فوز انت تضحك على مناحي صح؟ اللي والله تضحك على مناحي ما لك دخل اغير احكامي لا 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 مو على كيفك انت حكمتني خلاص مو على كيفك يا زلمه مو على كيفك لا ولا جاب لي هزمتك بعد نذر اني ما ادخل ها؟ نذر ما ادخل معك اقول الا ان شاء الله ان شاء الله إلا إن شاء الله إلا إن شاء الله لا تحرف على الغيب وأنت ما تدري ما يصح خلاص بيقول عليك كذا هي ما راح تدعم بس حبي يفوز كذا كل هذا خوف من آيس أقسم بالله عندها هيبة لا والله ما فكرت لا فيك ولا فيها وشك آيس 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 لا هم يقولون ما هي داعمة كيف تقول ما راح أدعم هي تقول ماني بداعمة جايتكم تقول ماني بداعمة
اي عن اعلام تنعى لها. اي سفير راح تقوم بذعيع فتش تقولي ماني بداعمة. يجي قلت جعت سجين جعت الدبور. اي سكن عيني مخش بشتها. ايه هلا ترى ماني بداعمة. انا اسلم عليك كمان انا غير مسلم كنا عيني ومعودت تمشي 200. ملاحي انا يقول اذا فاز ملاحي اطلع ملاحي. اذا فاز ملاحي ايش؟ ارحب يقول اذا فاز ملاحي اطلع. اطلع تطلع عليه. بالعكس انا ما يسعدني كذا بس انت اطلع عشان اخذ حصانه. انا انبسط كذا. ايه ايه انا ما بغبي والله ما خليه ياخذ حصانه. فتعلم يا ثور ابشر خمر. اذا فاز انا اطلع عشان اخذ حصانه. ارحب يا همس. والله قربوا يا طبع. والله قربوا. يجيب الله مطر. ما ادري جاك رفيق قربوا يا ربع. والله لو يجي رفيق. لو يجي رفيق اني لحت ولا. جحفله جحفله جحفله. اطبق واخص واقطع ولا كلمه. انا اجحفل مالك دخل. ارحب يا ريما مريم. جحفله جحفله. مرضى مرضى جوله ثانيه جوله ثانيه جحفله. تنفذ وانت ما تشوف الدرب. لا والله ما نفذ. جحفله ما ننفذ. جوله ثانيه الجحفله جوله ثانيه ما يدخل. جوله ثانيه جحفله جوله ثانيه. من قال لك؟ اعذرني اعذرني ودي اختمك ودي اختمك بعيوني. جوله ثانيه ما في الجحفله جوله ثانيه. عطني اللي عندك من البدايه. تبي تقهرني صح؟ لا لا ما في. انت مجحفل. انا اقول ما يدك بدون جحفله. جحفله جوله ثانيه معروفه هذه. جحفله جوله ثانيه. حصل. لا مو على كيفك. لا لا انا اقول لك جحفله جوله ثانيه. ما في جحفله ما في ما في. ودي اخدمك ودي اخدمك جوله ثانيه. جحفله تعال. اذا فزت في هذه تم. اما انك تجحفل لا. ناحيه ارحب زجاج ناحيه. انت كامل. لا انا مقابل قامل. لا ما اوكي انا ادري بس كلهم ما يدرون. تتعلم علي ليه؟ عادي من ناحيه. عادي عادي من ناحيه حقه. يجي يجي لتلي الدبور بس. لا تدري لا تدري لا تدري لا تدري. عادي عادي الدبور. تدري وش عندنا؟ اي وشو؟ ها الدبور 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 الدبور. اي صح صح. تعقب بتخسر. ماذا بقصدك؟ وش قصدك؟ تدخل في نيتي؟ تدخل في نيتي؟ اعرفك كذاب. ما ادخل في نيتك. انا عرفتك كامل. خل عاد نيتك. عشان كذا شفت نيتك. شوف وين توديك. شوف وين توديك. هو صح عليك بس اني انا احاول ارجعها يعني صدق. ايه خلاص انت لاني اعرفك انا انك كذاب. عليك ورب يجي مطر. يجي مطر ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. انا ودي والله ودي انا ودي اخدمك يا ناصر. ودي اخدمك ودي انفعك ودي انبسط انا وياك. ودي بس يا ناصر وش اسوي يا ناصر؟ كفو بيض الله وجيهكم. يا ناصر وش اسوي؟ في شيء؟ يا ضبع وش تبي؟ لا يجوز. كفو بيض الله وجيهكم. ناصر انت وليد يدعمك يا ناصر؟ انت مخلي احد يدعمك؟ مخلي احد يدعمك يا ناصر؟ مالك دخل. والله هذه ما فيها جحفله يا اخوان ما يمدي نصرف. ما فيها جحفلة. طيب فرضا يا ناصر أحد جحفل. فرضا أحد جحفل من اللي عندي. الله يجعلني جلطة أن تنفذ غصبا عنك. دقيقة اسمع 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 قل لي الله. فرضا أحد جحفل. فرضا أحد جحفل. بكيفة بكيفة بس بتسنن. لا بتسنن و سرطان الحلو. واحد حط اسمه سرطان الحلو. سرطان وحلو يعني في وجهك. لا ان شاء الله اعوذ بالله. اسف سطران سطران سطران. اسف يا سطران عدمت ام الاسم. والله انت تقول سرطان الحلو. وين انت يا ادم؟ ما ادري ما ادري. وش احكامك؟ عجل مالك دخل. ده فزت على سمعت انت. انا بسامحك انا بسامحك. بتسامحني؟ يا سلام. ليش؟ خلاص بعطيك حصانه وبطلع. مالك والله ما الذي نفسي. ولا اني ناخذ ثلاث حصانات.
خلاص لك حصانه لا تشغلنا يلا لك ثلاث ريمو مدري ريما ريمو ريمو أحبا يا عزيزة عزيزة باقي دقيقة لا يبوز عزيزة في ذمتك لا يبوز عزيزة في ذمتك ما تدعمي في ذمتك في ذمتك ما تدعمي في ذمتك أنا أحبا يا عزيزة لا يبوز آيس لا يبوز يا عزيزة لا يبوز آيس آيس انت سلف انت سلف آيس عزيزة شدي يا عزيز ترى باقي دقيقة عزيزة والله ما لي دخل تراني بدعي عليك وكيفك انا علمتك واكون صريح معك تزعلين ما ترضي ليه 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 تدعي عليها انا بنفوز والله لا ادعي عليها هي ما حق تلبس خلاص خلاص وقفت وقفت تقول خلاص انا بدعي علي خلاص جولات يا عزيزة ولا نفت في ذمتك ما تدعني ها تقول خلاص بما انك كذا خلاص والله العالم اللي عندي يقولون بما انك بيتي اعلان خلاص خولنا يقول نبي ينفذ عادي بحكم عليك بنفذ معك عادي بس ما يدعي لا يدعم لا لا يقول نبي حكم عليك انا حكى ترى يمكن يجي جحفلة ترى يمكن يجي جحفلة نقدر نوب على كيف يجي جحفلة اسمع يجي جحفلة جولة ثانية ما ادري لا 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 اسمع لا حد يدعم عنده في ذمتكم عزيزة عزيزة اسمع تعال دعميني خلنا نضحك عليه تعال عشر جوات ما يلك تدري ولا هو كيف تدعمني يصير استخدم لبك موك بس انا الله يعزكم ترى انكم كفو الله امي وابينكم شيوخ الله يعزكم ريمو ريما دقيقه ريمو ولا ريما ريمو بيض الله وجهك وبيض الله وجهك وهمس وفهد وكل ابوكم وكل من كبس الله يعزكم ها أنت تسمعوني فزت أنا أما الحكم الأول لو ما تنفذ ولا حكم أربع حصنات أول شيء مو على كيفك أنت أعطيتني أحكامك وانتهى أنا خلاص لا ما لك دخل أنا داخل معك من الجولة وأنا داخل معك بأحكامك انتهى خلاص ما لك دخل ما لك دخل لا لا ما لا ما لك دخل هذه لا 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 أنا داخل معك الجولة على أحكامك خلاص انتهى داخل على حكمك انت انا بسوي حكمي الحكم اللي تبي بسوي خلاص الحكمه نفسها ما لا تسوي شيء وتقول لا انتهى طيب سكت انت خلصت خلصت ايه الكلام هذا عن الجوله اللي قبل ذي وقلت انت لا 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 انا قلت ما ادخل جوله وش احكامك قلت احكامي هذه خلاص الحكم الاول اسمع الحكم الاول قلت انت شاهي الحكم الثاني قلت انت سلطعون الحكم الثالث وشو هنا القبضه صح ولا لا ايه جوله كامله هو يلا. جولة كاملة؟ اي خلاص شفت الشاي شفت الشاي ورني 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 على حضنك ورني كذا ورني كذا اسمع 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 انت ما تدرين ذا ثوب اليابس مالي دخل مالي دخل ورني 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 انا شف 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 خلاص لا ورني تحت والله توريني مكان الشاي نذر ولا نذر اخذ احكام كمل كله 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 كل الشاي كل الشاي ما عاد في شيء خلي اللبتن لين ينكب اللبتن في ذا حضر دقيقه عشان يخدر طيب خلصت هقوم وقف خلني اشوف قوم وقف حط فوق الثوب يوم طلعت قوم وقف قوم وقف خلني اشوف ولا قوم وقف كذا ولا والله اخذ حصانه الله يهديك تلعب في النعمه يا مناحي اسمع ايه تبي عاد ايش المشكله كان هذا ثوبي علي من امس اسا لا تلعب في النعمه يا مناحي الله يهديك الله يهديك اشكرك على احكامك اشكرك صراحه على احكامك ناحي لو تفوز عليه وش تحكمني يا ربي يا الحكم اشكرك على
نذر انك تسوي شيء. قم وقف قم وقف والله انك قم وقف. نعم بصراحة بصراحة احكامك كذا. انا لو ادري اسمع لو ادري هذه احكامك لعبت عندك والدعم موجود. طيب قم وقف. لا ما نبغي انت تسوي شيء بس تسوي مين ندري. هذا ثوب يوسف شوف في ذمتك انه ثوبك نفسه. ايوه هذا شوف تواصل ما في شيء ما في شاهي. طيب عادي ماني منضبط. عادي عادي ماني منضبط. اسف اسف يا ناصر اسف. من ناحيه بس لك سؤال ارحب يعني لو فزت علي وش تحكمني؟ بس ناخذ سمعتوا ان الله والله لو تفوز علي في اي جوله اني تسامحني غصب. سمعتوا انا سمعت. انا ما كملت بس اخذ حكم بحكم عليك حكمين. ارحب يا تنتن. باقي ما بعد كمل بس امحك في حكم وبخلي لك حكمين. ما قلت بس امحك مره واحده. لا ما قلت شيء. وش الحكمين؟ وش الحكمين؟ ما ادري عاد ما ادري عاد وش الحكمين؟ لكل حد من الحديد. ها؟ قولها قولها. لكل حد من الحديد. ما ادري ما ادري. واقول وش الحكم ذا؟ والله لا اسوي والله لا افعل. اخر شيء هذا حكمك. وش الحكم ذا يا ناصر؟ احبك يا اخي ملتحق عليك الحكم يقول. احبك ملتحق عليك الحكم. ادخل جوله. ادخل جوله. ارسل. ها؟ ارسل. طيب. وش ارسل؟ ارسل جوله. لا لا خلاص ما ادري. حتى ايه يا ناصر وش الحكم يا ناصر؟ صراحة قوية. الكلب ثوبه وسخ. والله انه وسخ. انا دقيق مشكلتي نسيت انك وسخ. لا المشكلة مي بهادي. المشكلة عندك مي بهادي. عزيزة شوف يا عزيزة عزيزة توها جديدة يا مناحي. ما بعد نفذتنا وهي حاكمة صح؟ ما ادري. طيب عزيزة ليش؟ الا كل يوم وهي تدعم وتخليني اهاجمك وانا لا وانا موجود. مو بعد فزت انت. ما بعد وانا مو بعد فزت اللي دعمتني ضدي. الا والله دائما هي اللي تفوزني عليك دائما اصلا على ذا الوجه. هي اللي دائما تخليك اهاجمك وازاحد بك. لا عشان تسمي ود انا كرهت انا ها جديده ها انت كرهت انا ها كرهتها يا حبها حبها محظوظه امها داعيه لها اللي انت كرهتها. يا الله وش السعاده اللي اكيد انها متصدقه وليله القدر اللي انت كرهتها. انا ما اخذ يقين تام انها متصدقه وفي ليله القدر يمكنها بعد كفت ال 11 يتيم اللي ذا الوجه كرهها. والله ونذر اني اسويها اني لو واجه مناح نذر اني لا تعفجك. نذر لا تعفجك. خافجيك ما جاء في الغرفة. هنشوف نشوف هني بصور. طب فيها. الله يوفقكم. ذبحتك الشجاعة جاي نتقومني ها؟ اسمع مناحي مناحي. كم سجل غير؟ اسمع مسافر سافر سافر وين؟ احجز لي تذكرة يا ولد. رح بي عزيزة. رح بي عزيزة. مش دخلك انت؟ كيف؟ ما انت بحسن انت وكيل آدم على ذريته؟ وشو ذا؟ ايش تقول؟ انت يا اخوك انت منقهر من الحكم؟ أنا بقول لك حاجة حصلت علي البارح بغيت أموت من القهر. تخيل إيش اسمه حكمت أنا محمد المسفري عاد أنا أسد وما أدري إيش سكور 60,000 مو ب6,000 60,000 حكمت عليه إنه يأخذ شيء من البقرة وينحاش. أحسب أحد بيطرده. وش ناوي تسوي أنت؟ طيب ما آخر شيء قلت يلا حكم يأخذ شيء من البقرة وطلع خذ شيء خذ ما وطلع ما حد يطلع شيء مت من القهر وأنت من عشان 6,000 يا رجال بس. انك
انك تستاهل ندر ان برة تبدي لبقلبه لبقلبك ابو سير. بعدين يا اخي انت غبي نحن مع احترامي لك صد 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 انت غبي انت غبي شفت اللي والله لو وجهك اضربك. وش دخل هذا في الغباء؟ كيفي ابي اضربك ليه؟ ليش تسوي لي كسر؟ علموك وش تقول لي وش تحاكم على محمد؟ ابنائي والله اول مره اشوف اصبع تسولف. والله اشوف اول مره اشوف اسمك هتحكي. خل عاد اصبع تسولف. طلع لي طلع في تويتر احد يعلمني انا ترى كاتمك لا تحكي. اكلت ابن يحسب لي دبا هو يبيني اسكت حلو عشان اقول اوه مش اسمع ناصر خلاص اسمع اسمع والله انا قاعد اتكلم فيه اسمع تبي جوله ايه ارسلها انت الجوله اللي عندي ما فيها بنزين ارسل ممكن تفوز يا ناصر انت اللي ارسل ما انا ارحب يا المري ارسل ارسل انت اللي ارسل ارسل جوله يلا عجب انت اللي ارسل حرجه ورقم قص يلا حجره ورقم قص حجره ورقم قص ها ايه حقم يلا 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 حجره حجره كش عليك كش كش يلا يا ناصر يلا يلا والله يقولها من جد يلا جولة شوي خليني اشوف ناصر قسم بالله اغضب منكم ما في اخي عادي يا اخي يا جماعه الخير ان الحياه كم مره مره واحده مره واحده انا بس ابي افوز عليه فيدي والله العظيم نعطيك احكام اخليك تطلب حصه والله اسمع يا ناصر عني علمك يا الضفع طلبت منك رحمه هنا انقلع انقلع يا كابو. انقلع كابو كابو بس وش رايك ما لعبت انا جوله لين راح الداعم دقيقه بس ذا اللي تقول حكومه ناصر خلني بس ايقاف التعليقات اي حلو ما فيه خلاص دوسر خوينا وينه اربع جاء الثاني عندك الثاني منهم وش شهد الدعم كيف يلا يا ربع يلا سبعة سبعة يا ربع سبعة 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 حلوك وانطلق وانفرق في وادي ما في أحد استغفر يا ناصر استغفر ما يصلح ادعى ذا ما يصلح أنت رجال عن هذا الحين الأول عندك ناصر والله ما يصلح والله من الله عليك بسم الله عليك عزيزة كوفو ودبل ادبل يا عزيزة اصبر اصبر يدبل ادبل ادبل طيب عزيز الحين وش تفتشت يا على وجهك انت ها على وجهك انت لا امسكك بدنك ما ارجف براسك قدام جنبك اسكت اقسم بالله لاجيك في الرياض اشهدوا والله لاجي في الرياض لا اشغل بث واحرب رايح جاي كان
تم شوفوا في جولة بيني وبين ناصر بدون دعم. يا شباب احنا بنفتح جولة ولا بدون دعم تنبيخ اوريك ارحب خالد. خالد لا اعلمك حاجة كوفو عزيزك مناحي اعلمك حاجة ادبل مكتمل مكتمل والله ما اخليك والله والله لا اطلب عليك احكام والله اني لا انفذ ان شاء الله ناصر يشيك ارحب يا خالد ارحب سكر الباب سكر الباب هوا شم اللي جاء شوف نجد عزيزة جالسة طبيعي بيضة لو جيكم شوف عاين ارحب وكيل وكيل أو إيه اسمع قرط في مناحي وكيل أصق جوال مناحي إيه لا إيه لا كش على وجهك ها دقيقة مناحي تحتل صدقني تحتل خلي يحتلها لا أجلس جاك دعم الله يوفق العدو الربع شد جاك دعم من ريمو والله يوفق العدو جاه دعم يا اخوان ايش السرعة في دعمه لبوا قلبك ريمو يا رب ريمو هنا يطفر والله لحقهم يا ناصر اللي والله ما هم طفر لخبري خبرك وايش السرعة عندكم يا اخوان بسرعة ايه ريمو صار يدعم مع سكيري مات لا عشان الحر ايه اسرع دعوه مستجابه ارحب نوفو الهاجري سند هلمي الهاجري ايه ريم يقول حسبي الله والدعوه جت في مكانها ما عليه والله يا ربع ان انت عس كريم حلو ان حلاو وقف سند يا جماعه خير ما جاك النوم انا ابي انا 4000 كيف جينا انت بيضل وجهكم يا التكبيس هو يزود هب 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 عليه التكبيس هو يزود عز الله اللي معلق عنده بثه اسمعني التكبيس هو يزود حلو ها اصابعكم هذا وجه التكبيس مو وجه دعم بس في ذمتك انت مقري عندكم برج حق صارت قري منكم صح مستاجرين مني يا انت ما بعد شفتك تبث ولا يعلق لا مستاجرين مني في الحوش الله اكبر الله اكبر النصر النصر ايه والذي رفع 7 ونزل 7 توها تطري في بالي وانا اعله الاستلكاع و اسمع خلينا نكون واقعيين ونكون حلوين انت تدري اني انفذ صح؟ اكثر انسان يعطي الاحكام حقها انا نعم. ولكن قلبي من اليوم وانا وياك نلعب جولتين لا ما ندخل صح فانا اخش جوله ثانيه لا انا لعبنا وياك لانكم جحفل عشان كذا لعبنا جوله ثانيه وقبلها لاعبين جولتين لا 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 حبيبي شوف والله لا اخذها 17 حصانه تبي كيف ناحي دقيقه خلنا والله وبالله ترى لاخذ 17 حصانه ينتهي جاكو يجيبون برنامج جديد وانا حصانات تبي ولا بكيفك ناصر من السعودية أتوقع اسمه من ناحية بس سؤال جاوبني والله نصت علق الشحن عند ريم وكلها من عينك هب اذكر الله جعلك الدبور الله أكبر هذا الشحن اللي علق وجه الشحن اللي علق الشحن لا إله إلا الله هذا الشحن اللي علق من ناحية قلبي شوف أنا والله الذي نفسي بيده إن ما عندي مشكلة إني أحكم لو أنت لو تقول لي بنفذ أبا أطلبك حكم لا أقول أبشر وقم حلو خلهم غصب مو غصب انا بايجي غصب تبي يا حبيبي تنفذ نفذ ما تبي تنفذ انا اتمنى انك ما تنفذ عشان اخذ حصانه كيف اسمع ان من اليوم من نلعب جولتين اول ما اسمعني طيب اسمعني اول ما فاز نجر وقلت انت لا خلاص خش جوله ثانيه كيف انا اقدر اني ما اذكر الله انا وريت فاز علي نجر وقلت ثاني نلعب جوله ثانيه اول فاصل قلت يلا الفايز من فزتوا انت بعدين انا قلت ما تقدر تخرج جوله ثانيه راح منك لاني انا فايز ما لك دخل بعدين لعبنا جوله اسمعني كيف ولعبنا جوله ثانيه
وقلت انت جحفله وهي اصلا جولتين مثلا مثل الاولى. لا 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 جحفله حبيبي تبي تنفذ حكم ولا ما تنفذ؟ انا اتمنى انك تقول لا. مسوي صاطيله لما يلا لبى قلبك حصانه خلاص بس انا بيدي. لا لا ما بي خلاص اعطيني احكامك. انا اتمنى انك تقول ابي حصانه تكفى قول لا. اعطيني احكامك قول لا ابي حصانه. ولا اعطيني احكامك. الحكم الاول القبضه في الشارع تحت مده جوله. انا في الدور الرابع واللفت خربان. طيب اذا الدور الرابع ما فيه درجه ينزلك. الحكم الثاني. الحكم الثاني تدعمني باسد الحيل وبرد كعب مسافر ومطفر. انت تطفر مستحيل تطفر. الحكم الثالث شعرك موس خلاص انت. يلا هذه احكام عجل. لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا أسألك الخذا حصانة. لا لا يا لا لا يا لا لا يا أسألك حصانة. أسطورك 4000 ذي حكمك عطنا أعطنا كم صاحب اسمه ما في ولا لا أو يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا ويا لا لا يلا عجل كل حصانة زيلك. يا رب حساب نحي يتهكر. آمين. يا رب نت نحي خرب. آمين ما خرب ولا تهكر موجود. كيف يتهكر هو موثق وكيف يخرب والبرج حوشنا ما في. واضح من الدرجة واجد. ها نحي الحكم الأول علمتك قبضة في الشارع مدة جولة وانت في الشارع. الحكم الثاني تحلق موس. نفذ الأسد ولا ياخذ حصانة. من وين اجيب له أسد؟ اجيب له 1500 من وين؟ يلا يا حبيبي يلا تذكرتي الراحة الرجع للسعودية حلقة يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا يلا عجل وش تبي؟ ولا حصانة؟ اعطنا حكم ثاني. تبي حصانة؟ حلوة زين لك. جاي حكم ثاني يلا. ها؟ حكم ثاني يا رجال. ما في. على كيفك. على كيفك. فايز وعلى كيفي. طيب ها وش بتسوي؟ نقول إن شاء الله حصانة. أطلع حكم. أعطيك بغيت تدعي عليك. ما في. حصانة. عندك أربعة. تبي حصانة؟ اسمعني. تبي حصانة؟ تحلق موس، تسوي قبضة، أسد. كيف؟ بحلق موس، الله لي استغفر الله. يلا كم الحين؟ أروح على جيت راني في مصر. مالي دخل فيك، مالي دخل، خلاص إذا ما حلقت موس خلال ساعة تشالي سناب 3 حصانات. يلا. لا خلاص خليك حصانة واحدة الله لي يوفقك. يلا حصانة واحدة، شكراً. يا ليلى يا حصانة 4000. تعال ادخل في الرجولة. لا خلاص تاخذ عليه. تبي حصانة ثانية؟ يكفي واحدة ما عاد ابغى جولات. خلاص يلا انا بروح اصلي. يلا قوم انقلع روح بعدك اصلي. بروح اصلي يلا. المهم يا الربع بيض الله وجيكم. يلي حضرتوا بيض الله وجيكم. دقيقة خليني بس اطرد ناصر. خليكم بس معي دقيقة. خليني بس اطرده. بيض الله وجيكم يلي حضرتوا. النون ارحب. ابي ناصر اصبروا. ابي ناصر اسكتوا. لا يدري ان النون جاء. اصبروا. تبي جولة؟ يلا تفضل. جاك احد؟ لا ما جاني احد. وين يجيني احد الله يرحم الحال؟ الا ظني. ما جاء احد. اخوان اللي جاء راح. ارحب. ترى جولة واحدة اللي بيدعم في الدبل بس اعطوه افهموها. جولة واحدة. انا ودي ارحب واقول اسمك بس شوي بعد شو اسمه. قول اسمك مدمن. قول اسمك. ها النون عند عزيزة. عند نون. من وش هو النون؟ بكيف والله. ارحب يا النون. بما انك دريت ارحب يا النون. نبي الجولة هذه يا النون.
انه نبكيفت ارحاب يا عزيزه. والله اقسم بالاسمع اسمع شو ايه والله ما قصرت عزيزه جابت ثلاث جولات جابتها عزيزه. ولا عندك يعني ما سوى شيء اوكي كيف الله يديك الله يديك الله يديك. مالك دخل بنا مالك دخل بنا. وش الله وش ذا اما جد الصوت وش ذا مالك النون بكيفه انتو عزيزه تبون واحد تكسر بس, بس 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 يا ولد تدري اقسم بالاشف انا بعلمك جوله جاتها بعزيزه جوله جابوها بالتكبيس على وجهك جواب التكبيس يا اخي ايش ذا اتق الله بنفسك وجوله بنجيب هذا الحين بعد كيفك كيف النون تراني بنظر شوف انا حب يا عزيزه اوه كابو ارخ ادبل يا الربع ادبل عزيزه بيض الله وجهك النوم بيض الله وجهك ادبل يا الربع ادبل يا الله يجعل جوالاتكم تخرب يا عزيزه يا انت رب يا رب نفوز عليك في ذي وتتبهدلون في الجوال النوم جت كذا بثالث اسمع جت بثالث اوه قد اكثر منا قد اكثر منا يا رب جوالها يخرب يا تكفى اكثر منا وفي الشيطان ارح بريمو ويقول بقلوت كيف يتكلم منه؟ صار الزهراني وزهرة أكثر من الله يوفقهم صلى الله العظيم دعمني وادعمك رايك شيروا يا جماعة الخير النون يا كبسوا أنا بنحكي بالتكبيس يا رب النون جواله يخرب ويروح بيصلحه ولا يلقى وكل ما جاي يشتري جوالي يا أخي تصير له قروشه يا ربي شهرين بدون جوال إن شاء الله أسبوعين يتبهدل وعزيزة مثلها الله يعزك كريم وعلى الطلاق أنا أتمنى أن جوالك أنت خرب خلهم الجمهور ما دخل أنت أتمنى جوالك خرب أنت عشان ما عاد أشوف ذا الوجه وش أحكامك ما لك دخل أطبق يلا عينك الله لا يوفق العدو وقل ما شاء الله يا رب تسمع مني يا رب طبعا أنا يقول إني نبغي الفرق بسيط يا ربع الفرق بسيط اعطانا عين الله لا يوفق العدو كبسوا بسرعه يا ربع كبسوا يا رب انها تصيب ذي المره والله ما بعد دخل جو يا ريدي ما بعد دخل جوله وعنده عزيزه ونونو يخسر طيب مناح يعني جد دخلت الجوله ودعموك ذا الاثنين وخسرت ما يخسر مستحيل الدعم عنده ما يعلق لا تحدد الاساطير كلهم في نص انت قصفي حد انت قصفي حد انضال ما دخلت زلمه انا اقول جوله اسمعني انا اقول لك جوله جابها بالتكبيس بس التكبيس يا اخي اليوم يا رجع عندنا والله جبناها الفرق بسيط الفرق 300 جزء من الثانيه والله جبناها بسرعه جبنا الفرق بسيط يا الربع الفرق بسيط الفرق بسيط والله الفرق بسيط كفو همس موضوع همس ما اللي راح همس همس انت يا تبن شدوا يا جماعة خير النون يا الفرق 300 بس الفرق 300 يلا يا ربع يا رب بزقك لا مو على كيف امجح في النون نذرني لا تركع مثل ما تركعتك اخر 10 ثواني والله لا تركع الله يجعلني جلطني لا اوري انا دائما انفذ لك والله نون تعال جوله ثانيه خلاص تعال جوله ثانيه تعال همس دعمت التخره اللي كبست بيض الله وجيهكم تعال اخر جوله بقول لكم حاجه ناصر شوف مع الاسكورات قليله لكن اقسم بالله حماس
مع بسكوت قليل. اسمع همس 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 نور الحمد لله بغيت تفوز. ارحب حالك ارحب حالك شو اسمه جعت تدبر شو النون النون يلا يا رب النون ميم عزيزه جيش العطلين حنان الشهد دلال اللي كبسون لبوا له قلوبكم لبوا له حضرتكم كبسوا جماعه الخير وشدوا كلكم مع بعض كلكم مع بعض يلا بسونا النون هذا عجل الله يوفق العجل ما بعد صليت عجل يا ربي 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 من هو؟ ويش؟ ويش هو؟ ادعم خلوه في الدبل ادعم خلوه في الدبل ليه جاك احد؟ لا لا اقول ادعم خلوه في الدبل بصلي بس جوز يوصلي ادعم خلوه في الدبل عزيزه ارحب نوار خلنا نكمل هذا الهدف سبعة يا ربع كملوا الدبل كملوا الدبل كملوا الدبل عاد ربكم عاد يحلها يا اسمع انا بصلي وبجيكم بصلي وبجيكم ابي افوز عليه اذا سووا شيء علموني ارحب يا نواف ارحب روح صل صل يلا دقيقه بس نواف دقيقه خالد انت تظل جوله تخلص الله يجي لحقنا على اسمع عزيزه عزيزه اسمع تعال ادعمي خلينا ما راح اكون الله اكبر سمع الله الحمد وش عزيزتك فين طلع في ناس عندي اصبر 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 ناحي سوم انت ما تدري سوم انت كمل ما وش الكلام ذا كمل الدبل باقي ورده واحده الدبل يا ربع الدبل الدبل بيبدا من الحين قلبي مرتاح لكم حسكوت الدبل الدبل يا ربع الدبل الدبل بدا الحين وايد روح صلي يا وايد روح صلي ارحب يا 52 والله بصلي ورا ربكم الله الدبل يا ربع الدبل لا حسن اسمع اسمع اللي عندنا ناحية وش تسكتون اصبر اصبر قبل ما اصلي خليني اوقف التعليقات اصبر خليني اوقف التعليقات قبل ما اروح اصلي اقول خلص الدبل يا وايد خليني ايوه اسمع اسمع قفل قفل كومنت عندكم ما يبيكم تسالفون انا لو مكانكم جيت هنا تعالوا خلونا نفوز عليه يعني ما راح احكمه هنا لا تكفى الدبل اسمع يا لب قلبك يا انت اسمع اسمع يعني مقفل مقفل الكومنتات عندكم ما يبيكم تسولفون ما يبيكم تطفشون احسبوا راح يصلي له الدقيقة واربعين ثانية خلنا نشوف كم كم يخلص صلاته فيه المهم يا جماعة الخير قفل التعليقات عندكم وانا لو فوز عليه ما راح احكمه بكسر الحصان اقول يعني زين لكم والله اصرف لكم قفل الكومنتات متى جو كذا مالك دخل راح صلي يا ولد ومسرع توضي الله يوفق العدو توضي في 20 ثانية صوروا اسمعوا ايه صوروا اذا فزت عليه لاني اعرف اني فزت عليه كم باقي صوروا ارحب يا لدو اسمي والله نسات يعني لاني بحاكم عليه ولكن باكسر حصانة اي استعبت جعلت 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 تستعلق ان شاء الله بعد انت ينون يجي لجي والله ما خرب جوالها والله نسى عندنا 20,000 جوال يدعم منا ومنا 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 ما ينشبون منهم جاء طلع لحيها صلي الظهر في 30 ثانية خلونا نشوف باقي 30 جوال أوريكم فيه خرب آمين يا رب تخرب جوال تشينو نذكر الله يا غي لا أتدعي على أنا تستاهلون أنا أقصد اللي يدعمونه ما راح أذكر الله يا ناي وآي اسمعكم بعد أرحب يا لدن يا جماعة خير شوية
اصبر اصبر خليني افك التعليق. اصبر اصبر انا راقد ها لب والله قلوبكم. ايه حبيبي الحكم الاول. اصبر خليني اشوف الداعمين. نون بيض الله وجهك عزيزه، بيض الله وجهك ضاء، بيض الله وجهك لافندر، ايس جيلان، كلكم بيض الله وجهكم اللي دعمتوا، بيض الله وجهكم اللي كبستوا، بيض الله وجهكم كلكم يا حبيبي. الحكم الاول شعرك موس، الحكم الثاني قبضها على الشارع، الحكم الثالث اسد اللي الربع حصان. هل تبي انت يلا يلا عجل عجل خلني اسوي قبضه. لا ليه انا وقفت التعليقات، هذ الناس يجون من عنده ويقولون ادعموه. يلا اتوقع اني انا ما قلت اناها. اسكت يلا 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 عجل عجل كبسوا يا ربع باقي شوي على المليون كبسوا. طيب شوف انت تؤمن بالله؟ لا اله الا الله رب الكعبه. اني انا شابك مع النت ها؟ بشابك مع النت ذا بسوي قبضه هنا. لا لا والله ارحاب يا المري. لا 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 والله اني شابك مع النت. اعذرني اعذرني يا قلبي والله اني شابك مع النت هنا يا غبي. اعذرني والله اعذرني اعذرني. كيف؟ ما اقدر انا بنفذ القبضه يا غبي يا يعني انت كذا الوضع. بنفذ القبضه هنا. بتنفذ القبضه؟ اي لا ما بيها هنا ما بيها هنا. اصبر ما بيها هنا. اسويها على البلكونه؟ لا ابي في الشارع. والله ما يمديني انا اقولك شابك مع النت هنا ما يمديني انزل وانا في الدور الرابع ما راح يشبك. بما انك في السناب ارسالي سناب، اذا ما ارسلت هذا السناب بنسوي قبضه في الشارع عادي مده ساعه. هنا المده دقيقتين. شوف دقيقتين قبضه المده دقيقتين، اذا ما سويتها حصانتين. والله لا اسويها لكن بشرط تدخل جوله، اذا فزت بعطيك حد ثلاث حصانات. لا عقس اسمك يا اخوي خلاص يا اخوي انا بروح. بتجي ولا نذر؟ بتجي غصب والله ما عندي احد لكن انت خلاص بشرط انا بدخل بشرط. هذه الثانية حصانة اذا فزت. لا الحين عندي لك عندي حصانتين تبي؟ كيف هن؟ انا اطلبك حصانتين اذا فزت انت. اي لا ما في اذا ما في اذا ها انت يلا قم سوي القبضة. بما انك بتسوي كذا قم سوي القبضة. والذي نفسي بيده ان ما تجي. والله يقولون خلاص. ايه اسمع اسمع يقول والله يقولون خلاص. اخر جوله عشان والله نص ساعه وبرسل لك المقطع سناب. والله نص ساعه والله لنزل اذا نفذ عشانك. الله لا يوفقك. تعال يلا اخلص اخلص خلنا ندخل الجوله الاخيره. تعال عادي يا رجال خلني اروح. مرحبا بالجميع، نحن شركه حاضنه مشاهير محترفه. يا ابو يدز اسمع من ناحيه، يعني كم جولة فزت انت؟ دقيقة النون وعزيزة ايس ترى ايه ترى ايس ارحب يا حميد، وترى ايس دعمتك قبل شوي بيض الله وجهك وهي تقول ما انا مداعمة. الثلاثة ضالة جعلتكم تكس جعل شو اسمه. لا تدعي فظهر لا تدعي لا تدعي فطلع. اسكت خلاص خلاص يلا اسكت لا تدعي خلاص خلنا نسير. لا لا خلاص نجاب الله لا نعتدي. شوف ادعي لداعميني ولا طلعت. مهم انك الله من عصبتك يا شيخ. اسمع ادعي لهم ولا طلعت اطلع. والله لو تطلع الحين وانا جد دخلنا الجوله اني اخذ حصانه. ثاني الجوله مره يكسرون. اسمع اسمع مناحي اسلم ما عندي اسلم ما دان ما اقدر ناصر خلاص. خلاص خلاص مليون بس خلاص مليون بيض الله وجهكم. ودعمت بعد يجي لي تدور سبع وردات قفلوا. انتم
العب على تقفل الدبل، ان جاء احد اللهم جاء، ما جاء بيض الله وجهكم. ارحب يا حمد. الدبل الربع يبدا بعد شوي. كل جوله اسم جديد، كل جوله اسم جديد. يا جماعه الخير ثلاث وردات، ترى ثلاث وردات حجين على لا بنفوز، صدقوني بنفوز. صدقوني عاد كيف تعرف اللي داعمين عندي؟ اي صح هنا. هاي تطلع لي صورهم غبي انت. صح هنا انا ما ادري. اوكي. وردتين اجزوا فيها. بيض الله وجهك ما قصرت. الله يبيض وجهكم اللي دعمته. لا والله مستحيل. ماذا تفضل الله يوفقك. نون ومحمد جيش العطلين الشهد ايس كلكم بيض الله وجهكم. الحين اسمعنا الحين انت 10 جولات وانت فزت فيها. اذا فزت الحين اخذ حصانا عليك. اذا فزت انا اذا فزت انت انا اخذ حصانه. مو على كيف اذا فزت اخذ ثلاث حصانات منك. هذا كلامك انت تقول اذا فزت انت علي اخذ ثلاث حصانات. اطبق انا بنفذ لك الحكم ذا، انا بعد انزل اسوي لك وبشوف. انت تقول ادخل جوله ثالثه واذا فزت اخذ ثلاث حصانات. لا انا كذاب، انت تقول انت لاعب حصان. مو على كيف، لا مو على كيف. قلت انت تقول انت حصانتين اطبق. خلاص اخذ حصانتين. حلو بيض الله وجهك. 23 ارحب. كل شيء يرحب واحد، كل شيء يرحب واحد. اجمع بثه كله دعمي. وانا قبل شيء تبن يوم الهاجرين عندي ما دخلت انت. اقول لك بدخل بس انت ما خليتني ادخل. اطبق والله لو الهاجرين موجود ما رايحين نديره. انا اوريك الحين، انا اوريك. قول ما شاء الله يا ناصر. والله ما اذكر الله، اعوذ بالله، استغفر، قل لا اله الا الله. والله ان شاء الله. طيب قول استغفر الله. استغفر الله. قل لا اله الا الله. لا اله الا الله. جعل جوالاتكم ما تخرب، جعل ظفيركم ما تكسر. امين امين. بيض الله وجهك. ترى هذه اخر جوله معك لاني بفارق وجهك. يعني هذه اخر جوله وفارق وجهك عشان اخذ عليك ثلاث حصانات، عشان اقهرك اخليك تجيب الهاجري وتدخل جوله بعدين اقول يلا اندلع حصانه. اني ماني بغبي. ليه؟ ليه بتعرف اذا دخلت معك جوله في الليل؟ اذا دخل هاجري والله الذي نفسي بيده اني بدخل معك جوله بدون ما لها دخل حصانات. لا ما الحكم بالحصانه ما في، الجوله بالحصانه ما وش فائده الحصانه؟ تبغى تحطها على كيفك؟ لا خلاص قلت بني كلت بني عندك. اسكت لا اعطيك على خشمك، اللي خشمك اطول من وجهك. اسكت الوعد لا جيت هناك. انا اوريك باخذ جوله انا وياك تبقيس كذا بوم نو بوم نو ما في تعفاج. نشوف من اقوى واحد تعفاج. ايه بنشوف. يلا انا وقف انت وقف وتبقس وانا ابقس نشوف من اقوى واحد. اسمع شوفوا تدري وش القهر؟ اني اخذ حصانه بسكور 3000 4000 واقول له ابي حصانه وهو سكوره 80000 90000 100000 اقول له حصانه وانا ماخذها من ابن الدلف. صح شيء يقهر؟ حسبي الله. اي تعفاج يعني ها ها كذا تعفاج. وبجيب معي واحد. خلاص الحين الحصانه الاوله والحصانتين هذه ثلاث حصانات. لا 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 انا قلت لك حصانتين ذي والاوله كل تبن. خلاص انا بيك بستقتنع. انا بيك بستقتنع ان عندي ثنتين. يلا السلام عليكم. انا بيك بس تعترف بنفسك. شكرا. والله لا جحدك. يلا انقلع يا رجال سقها باثنين عندي حصانتين. يلا بيض الله وجهكم اللي كبستوا وبيض الله وجهكم اللي دعمتوا. وش فيها كذا كاني فاتح لك كبوت سياره. وبيض الله وجهكم اللي دعمتوا وجعلني ما عاد امروسكم باقي عاد مليون. ونبي نقفل. ابي اروح اتغدى، ابي اروح لامي، ابي اروح اسولف انا وامي. ما سولفنا. وش تبغى؟ شوف والله العظيم انها حماس وضحك وناسه. ليه؟ لازم ايش؟ منزل انا مكاتبه في السناب. نبي مليون. اصبر وابشر على خشمي، ما نبي نقفل لنا على المليون. تعال الكويت فيها ثلوج. والله الكويت ما بعجيتها في حياتي، والله ما بعجيتها في حياتي الكويت. كبسوا يا ربع كبسوا. متى بتروح الرياض؟ بروح الحين البيت اتغدى بشوف امي عندها مراجعه عندها شيء.
إذا عندها شيء ولا مشيت. بروح أشوف وش علومها. إن سمحت لي أروح رحت، ما سمحت لي أروح والله جلست. على حسب، هي على حسب مزاجها. أنت بمسار يا أقسم بالله يا سلام، يا ربع خمس ساهر. ليه 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 ما تب... بالعكس أروح هناك الرياض، أبو سلطان محمد الشلة كلهم هناك. أشكر داعمينك، فداعميني أشكرهم من كل قلبي. وأنت والله يبيض وجهكم بعد اللي كبسته، الله يبيض وجهك يا عزيزة وميم وإشتاء. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيز الله يبيض وجهك يا عزيزة وميم ومحمد قيش العطين والشهد وآيس ودلال وضاء زهرة كلكم واللي كبستوا بيض الله وجهكم مليون، الله يبيض وجهكم. ونستودعكم الله التي لا تضيع ودائعه، وشكرا لكم اللي حضرتوا، ونستاذنكم وابشروا بالعوض. إن شاء الله في بث بعد في الليل وابشروا بالعوض بإذن الله. افتح العصر اذا بقاله ما ذبث، وش ذا البث اللي يفتح في الظهر يفتح في العصر يفتح في الليل؟ وش البث ذا؟ سو قلب ابشر. او كذا قلب ايه اسوي قلب ولا اسوي تحيه؟ تحية قلب سنابات صلوا على النبي. إذا أنا ما أنا بروح البيت الحين وبتغدى، إذا ما نمت أبشر على خشم السنابات، وإذا نمت قمت المغرب وعدوا أبشروا باللي تبون. أجلس على التحية دي لما تعاد لحلو قد أسوي قلب وتحية يا وكيل. أصبر عشان أسوي قلب وتحية، أبشروا بس تبون قلب وتحية أبشروا. وكيل دقيقة بس أسوي لكم قلب وتحية. وكيل اصبر اصبر وكيل بلدي وكيل عشان اشوفكم قلب وتحية. وكيل انت مول تعال تعال سمع يا حبيبي سمع. تعال هنا تعال هنا تبون قلبوا تحية سكر باب سكر باب سكر باب تبون قلبوا تحية أبشروا الساعة قلبوا تحية تجي تجتمع. ليش ما تجي تجتمع قلبوا تحية؟ تعال هنا دقيقة جيب وين يد حقك أنت سوي كذا جيب أنت آخر شوي أنت آخر شوي رجال أيوة خلي كذا أنت يمسك كذا آخر وجهك وكيل وكيل آخر وجهك شوي أيوة كذا أيوة. شفت أجل معت قلب وتحية خلاص أص بيض الله فيكم اجتمعت أقولكم أي شيء تبون هيجي قلب تحية وش تبون بعد؟ ودعناكم الله نستودعكم الله لا تضيع ودائع. شكرا للي دعموا، شكرا للي كبسوا، شكرا للي احضروا. بيض الله وجيهكم وجعلني مع دم رؤوسكم يا الاساطير. نستودعكم الله لا تضيع ودائع. فمن الله.